رجعنا مع حضراتكم والكابتن فتحي نصير من خلال التقرير. مشوار الدوري طويل، بداية ان شاء الله يوم الحد مع نادي فريق المقاصه. حضرتك شايف البدايات ازاي ومشوار النادي الاهلي ان شاء الله في البطوله المفضله للنادي الاهلي ان شاء الله خلال الموسم اللي جاي؟ دائما البدايات صعبه، والبطل لابد ان يبدا قوي. اي بطولة قوية، أي فريق قوي، المثل ده مثل ألماني يقول لك ابدأ قوي وانهي قوي هتحصل البطولة. خلي الضربات تحصل لك في وسط الموسم، لكن في البدايات لا، في البدايات لازم تكون شرس على الجول، يعني على المرمى لازم تكون شرس، لازم تسجل، لازم تجيب أهداف على أساس إنك بتلعب. لكن ما تبدأش ضعيف وانت فعلا بادئ. دلوقتي الناس كلها متحمسة، كل الفرق هتقابل كل الفرق متحمسة. الفرق اللي بتقابل النادي الأهلي كلها، ما فيش فرقة هتقابل النادي الأهلي كبطل إفريقي أو بطل دوري أو بطل كاس أو بطل ثلاثية أو هو كنادي أهلي، مش هتقابله أو الملايين اللي هتتفرج عليك في الماتش ده. فهتلاقي ال 11 لعيب اللي بيلعبوك في قمه التركيز بتاعهم. يعني لو شفناها في الطلايع، شفناها في نهائي الكاس، هتشوفيها في كل. وانا يمكن يوميها كان زميل احمد سمير كان هنا وكنت في الاستوديو بيقول لي مباراه الطلايع، قلت له صعبه جدا كانت جدا صعبه. قال لي ازاي يا كابتن؟ قلت له صعبه جدا. قال لي الطلاع، قلت له صعبه جدا جدا جدا. وقد كانت، شفتوها ازاي كانت طبعًا صعبه طبعا، يعني كل الفرق هم صعبه، لان الفرق اللي مش النادي الاهلي وحش، الفرق قدامكم متحمس. انت بتشوف انت لما كنت تلعب يا كابتن هادي ضد الفرق دي، كل لاعب قدامك متحمس، المدافع متحمس والمهاجم متحمس خط الوسط متحمس، الفرقه كلها والمدرب الفني والاحتياطي كل الدنيا مشدودين ومتحمسين، وكله ضارب الجل وكاوي الشورت وعامل نفسه كل حاجه ومظبطين نفسهم على اساس مين؟ الملايين هتشوفهم. اما لو فرقتين بدون جماهير مين اللي هيشوفهم غير الاداريين بتوعهم وقله من المشاهدين اللي خارجه وبيضيعوا وقتهم في الاستوديو. لكن مباراه النادي الاهلي مباراه لها المشاهده، فدي بتحمل النادي الاهلي اكتر من طاقته. صحيح. يعني ولكن طاقته كبيره، يعني اكبر من طاقته مهما كانت طاقه النادي الاهلي. بس انا بتفق معاك.